نعم صبري إسماعيلية شير بسانتوس عندي 24 سنة بلعب فري ستايل فوتبول بطل العالم في التمطيط بكورتين عامل 4010 تمطيط في 60 دقيقة ولعبت قبل كده في الإسماعيلي قعدت سنتين ألعب في الإسماعيلي وربنا يكرم في اللي جاي إن شاء الله ونحاول نكسر الرقم اللي أنا عملته إن شاء الله بإذن الله. أنا سبت الإسماعيلي لأن أنا كان فيها حتة الفري ستايل من زمان بحس ان انا كنت ممكن اتمرن فالمدرب يستغرب انت بتاخد جنبي ليه وتقعد تعمل سكيلز بالكوره وكده دخلت ثانويه عامه فالعمليه بقت صعبه شويه معايا فما قدرتش اقف بين الثانويه العامه والتدريبات والحمد لله انا دلوقتي فري ستايل فوتبول الحمد لله حفلات بطلع حفلات شبه بقيت بروفيشنال فيها شويه وربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله. ازاي وصلت لك؟ وصلت جينيس بعت ايميل لجينيس اللي هنا في الفرع المصري قلت لهم انا عايز اعمل رقم فقال لك لازم تكسر من خلال واحد فانا حبيت ان انا اعمل رقم يبقى اللي بيكسر من عليا انا مش اللي انا اكسر رقم حد لان دي انسب اللي انا اكسر من لو بني ادم يكسر من عليا انا مش انا اللي اكسر من عليه فالحمد لله استجابوا للموضوع وحطمت الرقم دوت في النادي القطاميه يوم 10 15 وربنا يكرم واقدر اكسر الرقم ده تاني ان شاء الله باذن الله في المستقبل.